طيب ازيكم شباب، عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. تاني فيديو في نفس الاسبوع، ويا رب نكمل على هذا المستوى ان احنا نعمل فيديوهين كل اسبوع اذا كانت قناه الجيمنج او القناه العاديه بتاعتنا. وحابب برضه افكرك ان في فيديو نزل على قناه الجيمنج لبيس 21 تجربه اوليه ليا وبلعب ماستر ليجا، فيعني هيعجبك جدا جدا وهيفوتك كتير جدا جدا لو ما اتفرجتش على الفيديو ده. زائد ان طبعا مش لازم طبعا افكرك انك تعمل سبسكرايب لو اول مره تشوفني، ولايك لو انت بتابع السلسله بتاعتنا او متابع الفيديوهات بتاعتي. والنهارده هنتكلم عن الأشخاص المصرفة، أو بمعنى أصح إزاي تحوش فلوسك، أو إزاي تحوش فلوس، أو إزاي توفر فلوسك عموما. فيلا بينا نبدأ على الانترو على طول. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كلكم بخير. لو عمرك تشوفني انا كريم عيد، فبقدم اقتلع بستر ومتفشل سبيكر، ادخل كده خد لك لفه. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. ازاي توفر فلوسك؟ انا لما بحثت في الموضوع ده كتير قوي وطبقتها عملي، لقيت ان موضوع الفلوس ده اصلا لازم نحوش فيه كتير جدا. كمان في الفتره اللي فاتت اتعلمت ده قوي قوي، وكمان في الفتره اللي جايه عشان الكوفيد 19 او يعني الحظر اللي احنا نقعد فيه، فمش هيبقى فيه دخل داخل يعني لينا، او بمعنى صح معظم الناس كلهم هتقعد في البيت والكلام ده عشان الحظر والكلام ده يعني، او معظمنا يعني، فمش هيبقى فيه دخل داخل لنا، فاللي احنا هنصرفه مش فيش حاجه هتعوضه دخل تاني. وانا عاصرت المشكله دي في الكوفيد 19 السنه اللي فاتت، والحظر طبعا بتاع 3 شهور والكلام ده، اللي انا طبعا قعدت من الشغل والكلام ده، فما فيش اي دخل كان بيدخل لي خالص، واللي كنت بصرفه ما كانش بيرجع بديله تاني. عملت الفيديو ده اللي هو ازاي تحوش فلوسك عشان تستفيد منها في الاوقات التانية، او بمعنى اصح ازاي توفر المصاريف بتاعتك، او ازاي توفر الفلوس اللي انت المفروض بتصرفها. فيلا بينا. طبعا اول حاجه احنا اتكلمنا عليها ان انت لازم توفر الفلوس علشان موضوع الكوفيد 19، او مش لازم كمان الكوفيد 19، هو المفروض اصلا عموما انت لازم توفر فلوس علشان دي تبقى حياتك وتتعود على هذا بعد كده. يعني انا مش عارف ليه قلت هذا اصلا، احنا ممكن نعيد حته دي، وتتعود على كده في المستقبل لما تيجي تخطب او لما تيجي تتجوز ما تبقاش مصرف وخلاص، لا تبقى في حاجات اولويه انت لازم تجيبها. ودي اتعلمتها كتجربه شخصيه، وممكن نسميها نظريه كريم عفت، ما سميها زي ما تسميها بقى براحتك يا زميلي، مع اني انا ما كنت بقرات اختراع والله، بس فعلي بصراحه انك توفر 20% من الفلوس اللي جايه لك. يعني انت لو قبضك مثلا 100 جنيه، فانت بتشيل 20%، يعني 20 جنيه. طب ممكن مثلا حد يقول لي طب انا الفلوس اللي بتدخل لي اصلا على قد بالظبط او كمان مش مكفيه؟ لا، هو انا اقول لك اعتمد نفسك، او اعتمد مش ايه اعتمد نفسك يا جدعان، اعتمد انك اصلا انت بتاخد 80 جنيه. يعني انت انسى اصلا 20% اللي انت هتحوشهم دول خالص، انت هتعتمد اللي انت هتاخد ال 80 جنيه بس، وتعمل حسابك ان ال 20% دول اصلا ما جوش خالص. يعني انت اتخصموا لك بقى في الشغل، ضاعوا منك، اتصرف بقى يا زميلي، ماليش دعوه بقى. يعني انت المفروض تحوش 20% بس بقى، ان شاء الله تحطهم في حصاله بقى، مش مشكلتي. ولازم تعمل الحوار ده وانت صغير اصلا، يعني وانت في سن صغير، عشان تتعلم على الكلام ده لحد ما تكبر، اذا كان لما تيجي تتجوز او لما تيجي تخطب او اي حاجه، تبقى انت بتشيل 20%. ويا بقى كمان لو مراتك او شريك حياتك كمان بقى عندها نفس الماتيريال العقليه دي او نفس الفكر ده، فصباح الفل بقى، النغنغه يا زميلي بقى تلاقيها في الحصاله بعدين. طب نيجي بقى للجزء بتاع الناس اللي بتقول لي ان المرتب اصلا مش بيكفيني، فازاي اشيل 20% منه؟ هنا بقى نتنقل للنقطه الثانيه، انك لازم تجيب الحاجات الاولويه، وهنا اقصد الحاجات المهمه جدا اللي لازم تعيش بيها، لو مش موجوده فانت مش هتعيش اصلا من غيرها، ما ينفعش. انا بتكلم هنا مثلا زي الايجار، زي الميه، زي الكهرباء، زي الاكل، زي الكلام ده كله، الحاجات دي انت لازم تكون عامل حسابك عليها كل شهر. لكن في حاجات جدا كتيرة جدا لو انت خدت بالك فيها، هتلاقي ان مفيش مشكلة لو اتأجرت بعدين، لكن مش مهم خالص تبقى دلوقتي. في فرق ما بين انا محتاج حاجه وانا عايز حاجه. انا عايز حاجه دي يعني انا عايزها، بمعنى ان انا عايزها، فلو ما جاتش دلوقتي قشطه، ممكن اجيبها مثلا بعد شهر، بس انا برضو عايزها. لكن في فرق ما بين انا محتاج حاجه، انا محتاجها ضروري دلوقتي، اذا كان اكل او شرب او حاجه مهمه جدا جدا، دي لو حطيتها في اعتبارك او حطيتها في مخك دايما وانت بتشتري حاجه او انت بتصرف الفلوس، ان في فرق ما بين انت محتاج حاجه وانك عايز حاجه، هتلاقي ان الموضوع سهل جدا جدا عليك. فزي ما قلت لك ان في فرق ما بين انا محتاج حاجه واني انا عايز حاجه، ودايما خليك باصص في حته انا محتاج الحاجه دي، وهي دي تبقى الحاجات الاولويه اللي انت المفروض تجيبها. الحاجات اللي انت عايزها فقط، زي لبسه مثلا زياده، او جزمه مثلا عجبتك حاسس ان هي ممكن تبقى ملائمه مثلا مع لبسك والكلام ده، قشطه، الحاجات دي طبعا حلوه ولازم تجيبها عشان لبسك وتبقى مظهرك، وزي ما احنا ما اتكلمنا كل حاجه، بس مش لازم وقتها دلوقتي لو انت معكش فلوس. هنا بقى يجي دور ال 20% احنا بنتكلم عليهم. ال 20% ممكن تجيب بيهم الحاجات اللي انت محتاج
محتاجها، ممكن تجيب بيهم اي حاجه انت محتاجها. مثلا ما لقيتش حاجه تجيبها، قشطه يا صاحبي خليهم، مفيش اي مشكله، برده هم موجودين لوقت زنقه. وهو ده اللي اتعودت عليه، ان انا بشيل جزء او 20% من الفلوس بتاعتي، وبتنفعني جدا جدا وقت زنقه، لما بكون مثلا قعدت من الشغل، او لما بكون مثلا زي اللي احنا فيه ده دلوقتي حظر ومش عارفين هننزل امتى والكلام ده، ببدا اصرف منهم لو الفلوس معايا خلصت. وطبعا مش محتاج طبعا افكرك انك لازم تكون اصلا متعلم يعني مهاره جديده او حاجه جديده لازم تكون داخل فيها، عشان تبقى ضامن ان في مكسب تاني داخل لك جنب الشغل الاساسي بتاعك، عشان لو الشغل بتاعك لا قدر الله حصل له اي حاجه او عاد، يبقى في مكسب تاني داخل لك او مصدر رزق تاني داخل لك. ممكن كمان حوار المكسب التاني ده، او ازاي تختار شغلك، او ازاي تنمي نفسك في حاجه تانية، ممكن نبقى نعمل لها فيديو تاني لو انتوا حابين قولوا لي تحت في الكومنت. وبس كده، فيديو خفيف جدا، ولكن عجبني جدا فكره ان انا اعمل فيديوهين كل اسبوع. ففكره فيديو كل اسبوع ده بصراحه مش واكل معايا، وحاسس ان انا بتاخر عليكم كتير جدا جدا، فلازم ان انا اعمل فيديوهين كل اسبوع بس. ولو عجبك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر. يا نهار اسود يا جدعان، يا نهار، خلاص بقى خلاص بقى، حدش يعمل لي سبسكرايب بقى، خلاص بقى يا جدعان هموت والله. ما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده، عشان يجيلك اي ابديت في حياتي. ولو مش عامل فولو الانستجرام بتاعي فصباح الفل بقى، انا خلاص يا صاحبي انا زهقت والله، مش هقدر كل فيديو اقول لك يعني. كالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.